السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معي أخواتي. اليوم الفيديو اللي غادي ندير اليوم قلب لواحد السيدة يعني صديقتي، كانت معي في القناة انسرقت ليا وبقات معي عاوتاني في هذه القناة الأخرى، المهم من أعز الأصدقاء عندي. المهم كانت طلبت مني واحد الطلب وانا غادي نجاوب عليه. كنتمنى ان شاء الله تشوف هذا الفيديو يعني باش تستفد شويه. المهم دابا الفيديو اللي غادي نهضر فيه اليوم على اللي كيجي وكيرش لكم السحر، يا اما في الديور ديالكم، يا اما في العمل ديالكم، يا اما في بحال مثلا اللي عندها شي متجر او اللي عندها شي حانوت او شي حاجه، وتيتلاح لكم داك السحر ومحبس لكم الخدمه، محبس لكم الرزق، محبس لكم كل شيء. إذن هنا غادي نعطيكم انا جوج ديال الحلول. الحل الاول هو انك باش تردي داك السحر اللي كيسحر لك غادي ترديه ليه، مادام هو يعني ما اتقاش الله وكل مره كيجدد وكيلوح السحر، باغي غير هو اللي يكسب، الناس ما تكسبش، صافي تيدير السحر بان هو اللي خصو يكسب والناس بقى هكاياك. راه العجب والله العظيم الا العجب والله القسم، راه كون ماشي سيدي ربي اللي كيفرق علينا الرزق ما كون حنا متنا. واحد يبغي يعطيك واحد يبغي يرزقك، واحد ما يبغيش يرزقك، ولكن الرزق هو الله سبحانه وتعالى. المهم اخواتي حنا غادي دابا غنهضر لكم على اللي مثلا داك السحر اللي كيسحر لكم باش يرجع ليه، هو الاول اللي غادي نعطيكم. والثاني اللي غادي نعطيه لكم وهو يا بحال دابا مثلا هذاك السحر اللي كيلوح لكم غادي توقف. انا غنعطيكم جوج ديال الحلول، بغيتو تردوا ليه داكشي اللي كيسحر لكم ردوه ليه، ما بغيتو شيء وبغيتو غير بحال دابا مثلا هذاك الثاني غير تحبسوه اللي بغيتو نتوما. المهم انا غادي نعطيكم الاول اللي غادي نعطيكم بحال دابا مثلا انا دابا هذاك الاول اللي غادي نقول لكم غادي تكوني ضروري على وضوء، ضروري على وضوء. غادي تصلي دوك جوج ركيعات هو الاول، وغادي تكوني دايره في البال ديالك وغادي تجلسي وغادي النوبه الاولى اشنو غادي ديري، غادي تقولي فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. هذه الاولى اللي غادي تقولي، من بعد منها غادي تقراي سورة الزلزالة، غادي تقرايها ثلاثة ديال المرات. سورة الزلزالة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وغادي تكملي سورة الزلزالة، ماشي كبيرة راه غير صغيرة، غادي نقراها ملي غادي نوصل أشتاتا غنقراها 33 مرة، أشتاتا غنقراها 33 مرة. أنا دابا قريت الأولى الصوره الاولى وصلت لاشتاتن غنقراها 33 مره، غنكمل الصوره رجع ثاني للثانيه غنقراها عاوتاني، نوصل عاوتاني لاشتاتن غنقراها عاوتاني 33 مره حتى نكملها، والثالثه ثلاثه ديال المرات اللي غنقرا صوره الزلزاله. انما فاش نوصل لاشتاتن 33 مره انا دابا فهمت لكم، صافي غنكمل هذه الصوره ديال الزلزاله، ومن بعد منها غادي نقرا صوره الفيل. صوره الفيل غادي نقراها 40 مره، اللي غادي نقرا صوره الفيل. المهم غادي نقراها حتى هي حتى نساليها، ملي غادي نساليها صافي دابا انا قريت هادو، يعني هنايا باش 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 انا نرد ليه داكشي اللي هو كيسحر ليا، رد ليه داكشي اللي كيسحر ليا انا ردو ليه. صافي ملي غادي نساليه اشنو غادي نقول، ملي كملت غادي نقول هاد الدعاء، اللهم رد السحر الى من سحر ومن سحر واحبسه في جسده وسلط الشياطين عليه انك انت الخبير العليم القادر المقتدر. نعاود لكم الدعاء، اللهم رد السحر الى من سحر، الى ماشي على، لا الى من سحر ماشي على لا ماشي هذيك، لا تجوز، الى من سحر. اللهم رد السحر الى من سحر واحبسه في جسده وسلط الشياطين عليه انك انت الخبير العليم القادر المقتدر. صافي هنايا انا هادي يعني باش داك السحر اللي تيدير ليا هويا غادي يرجع ليه، صافي داك السحر اللي كيدير غادي يرجع ليه هويا. المهم ديك الساعه غادي تشوفوا كيفاش غادي يولي،
راه ديك الساعه غادي يولي حالته حاله. هذه صافي دابا نتوما غترجعوا لي داك السحر ديالو. هذه الطريقه الاولى اللي قلت لكم انا. سمحوا لي راه انا شويه كنعرق والله ما كنت غادي ندير هذا الفيديو. انا مريضه ما شكيت عليكم وشوفوا الحبوب اللي خرج فيا. ها نتوما شوفوا انا كنعرق تنعرق تنعرق بزاف. شوفوا الحبوب اللي خرج فيا نتوما والله العظيم راه زعما طالبان زعما والله الا تلبيه الطلب ديال صديقتي المحترمه. والله العظيم قلت غادي ندير هذا الفيديو والله ما قداش ما نديرو حق الله. المهم ماشي مشكله خرج فيا هاد الحبوب والله العظيم الا راه داير ليا السخانه. المهم اخواتي ما شكيت عليكم ما شكيت عليكم. المهم اخواتي هذه الطريقه الاولى باش غادي يرد ليه السحر. الطريقه الثانيه باش غادي تحبس داك السحر وما غيبقاش يديروا ليا هوايه. اشنو غادي ندير؟ غادي نجيب الملحه كيف ما كانت الملحه ما عنديش مشكل. يا اللي كنطيب بها يا الملحه الصخريه يا الملحه اللي كانت ما عنديش مشكل. المهم راه ملحه ملحه ما عنديش مشكل. غادي نجيب الملحه نديرها في واحد الطبسيل فاش ما كان طبسيل بحال هكا الطبسيل وغادي ندير فيه ديك الملحه. وشنو غادي نقرا عليها على ديك الملحه؟ غادي نقرا عليها سوره الجن. هي اللي غادي نقرا عليها. غادي نقرا عليها ديك سوره الجن حتى نكملها. ملي غادي نقرا ديك سوره الجن ثلاثه ديال المرات وانا كنقرا ديك سوره الجن صافي. ملي غادي نكملها دابا انا كملتها على ديك الملحه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هنا غادي نقولها من مورا سوره الجن غادي نقولها. ومكر وما اسمحوا لي ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صافي هنايا السحر غادي تحبس ما غيبقاش ما غيبقاش وخا يلوحو ما غيقرش فيه كاع نهائيا. دابا نتوما قريتو دابا انا قلت لكم غادي تقراو سوره الجن ثلاثه ديال المرات ملي غادي تسالوا غادي تقولوا هذه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صافي ساليتو هنا صافي غادي تحبس كل شيء. غادي تشدي ديك الملحه حتى نص الليل حتى نص الليل. هذيك الملحه غادي تشتيها وغادي تجيبيها وغادي تشتيها يا اما قدام المحل ديالك يا اما قدام المتجر ديالك يا اما في شي بلاصه المهم اللي كيتلاح لك فيها السحر هي اللي غادي تخويها فيها. يعني هنايا راه البلاصه اللي انتي فيها هي اللي غادي تلوحي فيها صافي. وراه هو ديك الساعه ما غيبقى داك السحر اللي يقر ولا حتى شي حاجه صافي. ديك الساعه غيوقف داك السحر ما غيبقاش داك السحر كاع. هنايا يعني انا عطيتكم دابا جوج ديال الطرق. بغيتو ديروها الثانيه باش غيتوقف السحر ديروها صافي. غتقراو سوره الجن على داك الملحه ثلاثه ديال المرات ومن بعد منها غادي تقولوا هذاك الكلام ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. صافي غادي تقراوها بحال هكايا صافي على ديك الملحه وغادي تشتوها تماك صافي. وديك الساعه هو راه غادي يظهر لكم غيظهر لكم فواحد الحاله ما هي شي حاله النت اللي يرتلاها. والمهم اخواتي هذا هو الموضوع اللي بغيت نهضر معكم اليوم. يعني كاع داك اللي كيجيب شي حاجه وكيرشحها لكم بحال دابا مثلا يا اما في الحانوت ديالكم يا اما في الدار ديالكم يا اما في شي بلاصه كتبيعوا وتشريوا فيها يا اما المهم فين ما كان جات يرشع عليكم هادشي اللي غادي ديروا. بغيتوا يعني شقلت لكم انا تردوا ليه داكشي تردوه ليه وداك الشيء اللي دار لكم يرجع ليه. بغيتوا عاوتاني تفرجوا عليه وبغيتوا عاوتاني غير تحبسوا داك الشيء نتوما غادي تحبسوه. انا دابا قلت لكم جوج ديال الحلول واللي بغيتوها نتوما هي اللي غادي ديروها. انا كون من جهتي انا غنديرهم بجوج. ندير هذيك ونعاوتاني نعاود ندير الاخرى. علاش انا علاش يجي يقصدني انا شنو درت ليه؟ واش انت تبيع وتشري وانا ما نبيعش نشري؟ واش نتايا تعيش هاني وانا ما نعيش هانيه؟ علاش بنادم كيتمطى البنادم؟ انا رد ليه داك الشيء اللي دار لي انا ردوا ليه. المهم اخواتي كنتمنى ان شاء الله يعني ديروا هاد القضيه اللي قلت لكم انا. والاخت اخت ليلى النيت سميتها ليلى وماريا كنتمنى الحبه ديالي يعني باش ديري هادشي اللي قلت لك انا. وراه في الحقيقه راه ما غادي تبقى عندك حتى شي حاجه صافي. وهذيك الملحه غادي تشتيها وما غديرهاش غير نهار واحد غادي ديرها. يعني راه سهله القضيه ماشي بعيده. هذه غير باش غتحبسي هذيك القضيه الاولى اللي غادي ديري باش غادي يرجع داك الشيء اللي غديرها غير مره واحده وبركه. غديرها غير مره واحده ورصاي وفوتي واحد اليومين وعاد ديري هذه هي عاوتاني باش غتحبسي وما يبقاش هو يدير شي حاجه. دابا انت راكي عارفه ماشي ما عارفاش يعني انت راكي عارفه. كون شي واحد مجهول غادي تقولي راه مجهول ولكن انت راكي عارفه. يقدر هو داكشي اللي كيدير ما كيجيبو شي هويا وكيعطي لشي واحد يديرو. يقدر داكشي يكون عاوتاني في نص الليل وحتى انت داكشي اللي غادي ديري في الليل ما غاديريش بالنهار. هذيك الملحه غادي ترشيها بالليل ما غاترشيها شي بالنهار صافي. هي اللي غادي ديري وان شاء الله سيدي ربي غادي يعني غادي تفرجي عليه. شتي غير من بعد غادي تفرجي عليه
غير ملي غديري هذا الشيء ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا دابا قلت لك كيفاش ديري، راه كاينه شي حاجه اللي بغيت نعطيها لك ولكن خفتك تفلطي في شي حاجه، تفلطي في شي حاجه ما بغيتش ندخلك في داكشي ديال داكشي ديال المهم داكشي ديال الجن هذا ما بغيتش ندخلك فيها. المهم انا عطيتك هذا الشيء اللي عطيته لك انا، يعني راه صحيح ومؤكد ديريه وان شاء الله ما يكون غير خير. والمهم ان شاء الله باش ما كان غادي تردي عليا ان شاء الله، وهذا الشيء اللي غادي يكون. وهذيك القضيه الثانيه ديال باش غادي تبطلي داكشي السحر اللي كيدير، غادي ديرها ماشي مره، ما غديرهاش غير مره واحده، ديريها بحال اليوم فوتي غدا عاوتاني وعاودي ديريها ثاني المره اخرى، عاود فوتي ثاني عاوتاني ديريها مره اخرى، حتى يعني حتى كيسالي داكشي بخاطره، حتى المهم انت كتبان لك شي علامه، كتبان لك شي حاجه، كتبان لك ماشي هي ديك، غتعرفي بان داكشي ان شاء الله راه يقر. ممكن نتمنى اخوات واختي ليلى باش ان شاء الله يفيدك هذا الموضوع اللي قلت لك، وهذا الشيء اللي غادي ديري راه هو اللي كاين. وصراحه الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم. هذا الشيء اللي نقول راه واحد يبغي يعيش، واحد يبغي يعيش، واحد يبغي يسيطر على بنادم، ما فهمتش انا علاش، واش انت تعيش وانا ما نعيش؟ راه لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم اخواتي كنتمنى ان شاء الله باش ديروا لنا ابوني، راكم ما كديروهاش ليا في الحقيقه، ما عرفتش انا علاش، كنعطيكم شي افاده اللي غادي تفيدكم، ولكني انا راه ما كديرش ليا ابوني، ما فهمتش والله ما فهمت. يعني راه داكشي انا باش كان، راه داكشي اللي كنتسنى انا راه ما عندي والو، راه مشات ليا القناه الاولى ومشات ليا القناه الثانيه، يعني راه انا كنتسنى هذه القناه الثالثه هي باش غادي، هي باش انا غادي المهم شويه، المهم غير ندير غير مع راسي. انا دابا جاني هذا الحبوب هذا هوايا، واخا انا مشيت ودوزت عليه قال لك خصك تحاليل، وخاصك نحيدوا الكثر من اللحم ديالك، وخاصني نديرو خاصني نديرو خاصني نديرو مشاكل، وانا مريضه بالقلب وما عرفتش كيفاش غادي ندير، وشحال خصني ديال المصاريف، وانا الله كريم الله كريم ما عنديش ما عنديش والله ما عندي. المهم كنتسنى من الله سبحانه وتعالى، وحتى نتوما بجود منكم ديروا لي لايك وديروا لي ابوني، والله يكثر خيركم ويخلف عليكم، وحنا رحنا خوت وحنا رحنا مسلمين، نتوما عاونوني وانا نعاونكم، وشكرا والى الملتقى ان شاء الله.